مشاهدي تليلمير ونورسات، الله معكم. ماذا يمكننا القول أو الكتابة عن القديس شربل بعد؟ كثيرون من العلمانيين واللاهوتيين ورجال الإكليروس أرخوا سيرته وكتبوا أجمل الكلام عن روحانيته، فهو حقا لم يكن حدثا عاديا في كنيسة المسيح. جميعهم عاشوا نشوة الكتابة والتأليف عن رجل ظاهرة، عن حبيس بسيط عاش متقشفا منقطعا عن العالم في صومعة نائية، حيث كان يقضي ليله ونهاره بالصلاة والتأمل والعمل اليدوي الصامت. لم يكتب شربل المخلوف مذكراته، ولم يدون نظرته في الله وفي الحياة على ورق، ولم ينقل نظرته في التأمل والصلاة إلى أحد، بل عاش هذه النظرة في طوق إلى تطبيق روح الإنجيل في حياته اليومية. رغم كل التعتيم عليه ورغم انعزاله في المحبسة طيلة حياته، أصبح القديس شربل بعد مماته قديسا عالميا، حيث انتشرت أخباره في العالم كله، والشفاءات التي تمت بشفاعته أكثر من أن تدون. طار في الجو، عبر المحيطات، زار بلدان بعيدة، حيث اجترح الله على يده شفاءات خارقة تؤكد على حضور الله معنا بشفاعة هذا القديس، وخاصة القديس شربل، الذين عرفوه كيف عاش البساطة الإنجيلية بكل صدق وإيمان ورجاء. هذا هو القديس شربل، أعجوبة العصر. كل من تسأله عنه يقول لك إنه قديس عظيم. ما هي حصيلة شفاءات هذه السنة؟ كيف يأم الناس هذا المزار؟ كيف تكون الخدمة فيه؟ يسرنا كالعادة وككل سنة أن نلتقي مع الأب الفاضل المحب الغيور قيم دير مرمرون عناية الأب لويس مطر في حلقة خاصة عن الشفاءات بشفاعة القديس شربل. أهلا وسهلا فيك أبا لويس، ومثل ما قلت كل سنة هالمحطة المهمة ببرنامج عطل القديس نلتقى بدير مرمرون عناية لحتى نحكي عن شفاءة مر شربل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم وبتل لوميار، وفعلا بحلقة مميزة، لأنه محل الواحد يسمع عجيب. العجيب بتقربنا من الله أكثر وبتردنا للإيمان أكثر. صحيح أبونا، حضرتك بتدون دايما من فترة طويلة كل الشفاءات بشفاعة القديس شربل. شو الملفت دايما بهالشفاءات بالقديس شربل، بردة فعل الناس على الشفاء اللي بتم لقلهم؟ أنا حسب خبرتي بهالدار صار لي تقريبا 24 سنة بدار عناية، وبسجل عجيب، يعني كل العجيب مع كل الملفات الطبية عم تقطع عندي. صار عندي فكرة نوعا ما عن هالعجيب اللي عم بتصير. اللي بيعرفوا مار شربل بشفائه بده يتقدس، بيشفيه حتى يتقدس بشفائه. لذلك الأعجوبة مسؤولية. اللي بيشفيه مار شربل بشفائه فعلا بده يصال للسماء، واللي بيعرفوا بوجعه عم بيتقدس، بيعطيه القوة يتحمل وجعه. بس ما حدا بيقصد القديس شربل وبيرجع مثل ما كان. كتير الناس بينقوا انه انا عم صلي كتير وما شفيني. بيعرف مار شربل اذا في لزوم للشفاء، في حاجة للشفاء، وبالشفاء بده يتقدس بيشفي لهالشخص. اللي بيعرفه فعلا بيوجعه عم يتقدس، بيهموا الناس بصلى للسماء، بيعطيه نعمة التحمل، بيتحمل وجعه. طيب أبونا لويس، السنة كم شفاء سجل؟ حاليا سجلت لغاية اليوم 55 أعجوبة. منتشرين في العالم كله، يعني ما في منطقة بالعالم مار شربل ما أنه عن يدخل لها، لأنه بعرف أن القديس بيصير عند ربه، والرب برات الزمان وبرات المكان. بما أنه برات الزمان وبرات المكان، صار المكان والزمان لعبي بين إيديه، يعني ما بيعرف فيه مستحيل. أكيد مش مار شربل اللي عم بيشفي، ربنا اللي عم بيشفي، بس ما بيرفض طلب لقديس عاش كل لحظات حياته معه. يعني شهر مار شربل كان يعيش الآن، لا كان يعيش لمبارح ولا بكرة، كان يعيش الآن على طول مع ربنا، ويكتشف ربنا من جديد، توصل لمرحلة سكر فيه. وأجمل لقب أعطوه لشربل، شربل إنسان سكران بالله. ونحن اليوم كلنا سكرانين بشربل.
إن شاء الله كل العالم كل اللبنانيين يسكروا بالله مثل ما سكر شربل. أكيد، وهذه يمكن نعمل نتمنيها للكل. أكيد هم بحب أقول إنه أكيد هال 55 شفاء اللي تموا ما رح ينعرضوا بحلقة واحدة، هيك بنقول لمشاهدينا بحلقات متتالية رح يكون معنا شفاءات بشفاء على القديس شربل، ولكن بالجزء الأول اليوم رح نتعرف على القسم الأول مع أبونا لويس. أبونا حنبلش مثل العادة كل سنة هيك نحن وياك نتعرف على الشفاءات اللي تمت وكيف مسجلة بسجلات مرمرون عنايا. عندنا أول أعجوبة صارت مع فضيلة جرجس بولس عراقية كلدانية، أصيبت بالسرطان بصدرها، ما استرجوا دخلوها مستشفيات العراق بسبب التفجيرات اللي عم تصير، بعتوها أهلها على الأردن على مستشفى متخصص بالأمراض السرطانية، عملوا لها فحوصات وتأكدوا من مرضها وفوتوها على غرفة حتى يبلشوا يجهزوها للمعالجة الكيميائي شيموثيرابي. بسقبت بالغرفة اللي حطوها فيها في مرة تانية سورية مسيحية. سألت السورية للعراقية شو بكي؟ قالت لها أنا مريضة سرطان وعملت فحوصات وتأكدوا من مرضي وبدي يبلشوا لي بالمعالجة الكيميائية. قالت للسورية أنا قبل ما دخلت المستشفى هون رحت زرت نار شربل بلبنان وجبت معي كذا زنار، في عندي زنار بعد ما استعملته. صلي للقديس شربل وطلبي منه انه يشفيكي ولبسي الزنار على صلت. الزنار هو شريطه مباركه من قلب تابوت القديس. هلا بتاخذ بتصلي هالمره العراقيه بتصلي لمر شربل بتطلب منه انه يشفيها وبتلقط الزنار وبتربطه على بطنها. طلعت لقيته على الارض. لمته تاني مرة وعقته عقتين ثلاثة طلعت لقيته على الأرض. لمته ثالث مرة وكذا عقدة طلعت لقيته على الأرض. خوتي قلت للسورية قلت لها عمي شو بو هالزنار؟ بحطه على بطني بلاقيه على الأرض. قلت لها أكيد مر شربل شفاكي، طلبي منهم يرجعوا يجددوا لك الفحوصات قبل ما يبلشوا لك بالمعالجة. جددوا الفحوصات اختفى السرطان معه. وبدل ما تروح على العراق ضل جاي من الأردن لهون تشكر القديس شربل على شفائها وسجلت أعجوبة شفاء. والشفاء الثاني؟ الشفاء الثاني مع مارلين توفيق شمالي زوجة جورج خير الله نب حمدون مغتربة في مونريال بكندا. دخلت المستشفى اليهودي بمونريال بسبب دوخة وقلبي طالع لها. دخلوا المستشفى حرارة مقطعة 40، دقات قلبها 184، ضغطها 4، ما يعرفوا شو بها. فزعوا ليكون معها شي مرض معدي، حطوها بغرفة معزولة إلا شباك صغير بيطل لبرا 9 أيام تيقدروا يوطوا للحرارة أو يركزوا للنبض قلبها. ما قدروا 9 أيام هي نايمة بالليل بتفوق على مر شربل ونزلت تبهدله. أنا مارونية وملقوحة بهالفرشة وما بتطلع فيه بتشفي الناس كلهم وأنا ما بتطلع فيه. من بعد ما طلبت وترجت إلى آخره قلت له بهمني تكون عم تسمعني، أعطيني علامة إذا عم تسمعني، تطمي بالي إنه كلماتي وصلواتي وابتهالاتي عم توصل لك. بتغط حمامي بيضة على شباك الساعة 10 بالليل. نجيت الحمامي البيضة هاي علامة شربل. بتطمن بالها وبتنام. قمت الصبح شافي من كل أمراضها. لا نعرف شو بها. لا نعرف شو بها. لا نعرف شو فيه. الصبح الساعة 6 صورة ضغط كل شيء رجع طبيعي. اتصلوا بجوزها تاخذ بردك على البيت. واجت من كندا لهون تتشكره. ومنهم لاحظوا انه كل الشفاءات اللي عم بتصير يمكن خارج لبنان مع هالاشخاص عم يجوا يزوروا مر شربل حتى يشكروا، وهون نعمه الشكر شغله كثير مهمه. اقله اللي بيشفي مر شربل لازم يقول له ميرسي ويسجل اعجوبه شفاء، لانه في كثير بيطنشوا. انا بخاف هاللي عم يطنشوا عم يرجعوا يسجلوا الشفاءات يرجعوا يمرضوا من جديد. لذلك بنشد عليهم دائما اللي بيشفي مر شربل علي يطلع يشكر ويسجل أعجوبة شفائه ويجيب معه دائما الرابورات الطبية.
هو علامة لغيره وعلامة لحضور الله وهالنعمة عم ننالها بشفاعة قدي الشربل يعلن عنها لكل الناس. هي المضبوط. فالشفاء الثالث، الشفاء الثالث مع طفلي اسمه جوي جورج دكاش مواليد 99 من العقيدي. صار عنده التواء بسنسة الظهرة، صار ظهرة مثل الهلال في انحناء كتير قوي، يمكن بالوراثي حدا من سلسلتها مريض هيك وعملوا له كذا عملية تجل سلوس الظهر، جاي المرض لها بالوراثي وفجأة جاي مفاجئ مش انه تدريجيا لو سنسة الظهرة ما عاد في مجال بدأ معالجة، دخلوا المستشفى عملوا له صور بيّن بصورة الأشعة أنه ظهرة سلسلة ظهرة أخذي شكل الهلال انحناء التواء قوي كتير بسلسلة ظهرة. بدّن يدرسوا الموضوع الأطباء مع بعضهم، قالوا له الأفضل تروح على البيت اليوم وبكرة بتجيبوها ونكون خدنا قرار أو منحط لها مشدات مع براغي تنرجع نجلسها ظهرة تدريجيا أو مجبرين نعمل لها عملية نفرط لسلسة الظهرة ونرجع نجفصنا كذا شهر تترجع تجلس سلسة الظهرة. بالليل البنت صلت لمر شربل طلبت منه أنه يشبيها، بيظهر لمر شربل وبيعمل لها براسه ثلاث انحناءات واختفى ما حكاها. الصبح غدا بيع على المستشفى عملوا له صور سلسة رجعت طبيعية بطل يكون فيها انحناء وعندي صور الأشعة تبعها. يعني أجوبي بحد ذاتها رهيبة، جاوب مع كل رابوري الطبي يشكروا مر شربل على شفاء هالبنت. الشفاء الرابع، الشفاء الرابع صار مع السيد ميلاد الياس عاصي نشتورة مواليد 53 أصيب بمرض السرطان بزلعيمه وراح صوته، عملوا له كل الفحوصات قرروا له عملية جراحية تشيلوا له المرض من زلعيمه وأكيد راح بيروح صوته معه لأنه طالع بالأوتار عند منطقة الأوتار الصوتية. عنده رابطه طبيب بكندا اتصل فيه قال له ما تعمل العملية بلبنان أنا بعمل لك إياها بكندا بس جيب كل الملفات الطبية معك الفحوصات أحسن ما ترجع تعملهم من جديد هوني. وفعلا زبط كل أوضاعه وقرر انه قبل ما يروح على كندا يطلع يزور القدي الشربل وبيزور بطريقة معينة، يعني بيطلع بالتاكسي لهون وبيرجع بينزل ماشي من هون لجبال لأنه بطلع ما في يطلع ماشي من الجبال لهون وحقق ندره اجابت السيارة التاكسي لهون طلب شفاء الشفاء من القدي الشربل ورجع نزل على جبال ماشي قعد بالطيارة وطار غطت الطيارة بمطار مونريال رجع صوته كف على المستشفى ما بقوا شيء رجع اجى من كندا لهون حتى يقول له ميرسي للقدي شربل على شفائه. لحظة بقول هالتنوع بالشفاءات بشفاءات للقدي شربل رائعة جدا ما في مستحيلات ما في مستحيل الشفاء الخامس الشفاء الخامس صار مع داني سليم أيوب من تحويطة فرد الشباك بوليد 64 صار عنده التهاب بالمصارين وورم سرطاني وبده عملية جراحية عملوا له نظير وكل شيء وقرروا له على العملية. قبل العملية بيطلع بزور القدي الشربل وبياخد حنجرة زيت وبيشربه وبيطلب من القدي الشربل الشفاء وبينزل على المستشفى. طبيب الجراح طلب من طبيب الناظور يرجع يجدد له الناظور تيعرف منين وين بده يقص بده شيء يقصلهم بصرينه تيرجع يوصلهم بعضهم. عمل له الناظور اختفى كل الورم اللي كان موجود وشف الزلمه كليا ما عاد عملوا له عمليه جراحيه. جاي لعندي حامل ابنه صغير يشكر مر شربل على شفائه. دائما نقول تمجد الله في قديسي. الشفاء السادس مع أنطوان جوزيف جبور من حدث بيروت مواليد 89 مغترب في إفريقيا جاي فرصة
تيشق على أهله. غط بالمطار نقلوه بسيارة الإسعاف دغري على المستشفى على مار يوسف الدورة. حرارة 42. قضى 9 أيام بالمستشفى ما يعرفوا شبوه. من بعد 9 أيام اللي قضاهم بالمستشفى ارتفعت حرارة زوجي، صار عايش بالهلوسة 3 أيام. يعني وصل ل 12 يوم بس آخر 3 أيام كانوا عم يموت فيهم يعني. أهله كلهم سوا قاعدين حد منه بالغرفة سموه عم بيحكي مع مار شربل. حيث طلب منه طلب من القديس شربل الشفاء. وأجابه مار شربل بكرة الساعة 8 الصبح تطلع من المستشفى. وفعلا تاني يوم الساعة 8 الصبح راحت الحرارة وطلع من المستشفى وضل جاي لهون. شكر القديس لرجع راح على بيته. يمكن شفاء دايما مميز بشفاء القديس شربل. الشفاء السابع، الشفاء السابع صار مع سعيد طانيوس اندراوس من مواليد الدمور سنة 1965. أصيب بالسرطان بالدم، تعالج بمستشفى رفيق الحريري الجامعي لمدة 4 سنين. وصل لمرحلة مأساوية، سيارته معه بالمستشفى، بيهرب من المستشفى بالليل بيقعد بهالسيارة بضل جاي لهم. وصل الساعة 3 الصبح بينام حد القبر من الساعة 3 الصبح للساعة 6، بيطلع الضوء بيرجع بيقعد بالسيارة وبيروح على المستشفى. واختفى مرض السرطان كليا من جسمه. جاي لهون يبكي مثل الطفل الصغير، معه شي 400 ورقة رابور طبي لأنه 4 سنين تعالج. يعني بيعملوا مجلد كبير. صحيح. إنه أنا اللي كنت عم موت ب3 ساعات نوم حد قبر هالقديس برجع شايف. فعلا أجوبته كثير حلوة. ويبكي كل الوقت فرحان بالحدث اللي صار معه. والمس كل اللي عم بيصير معهم شفاءات قديش عم بتكون حياتهم شهيدة لمار شربل. هل عم عندك معلومات عن الأشخاص اللي عم بيشفيهم مار شربل؟ كيف عم بيجوا يعيشوا من بعد الشفاء؟ أحدهم شفاء مار شربل وجي سجل أجوبته. بعد صار كل مدة كل شهر تقريبا شهرين يقطع يحول لعندي على المكتب. هونيك مرة جاي زعلان قال لي ليش نقاني أنا ما نقاش غيري؟ قلت له زعلان لأنه شفاك؟ قال لي لا ما بقى فيني أخطأ. قلت له شفاك تما تعود للخطيئة، لأنه كان عارف حياتك ماشي بطريق غلط، شفاك حتى ترجع توصل للسماء. شفاك بده يعطينا تحول أكيد بحياتنا الروحية. الشفاء الثامن صار مع ورتان أنترانيك بانوسيان أرمني من جبال 1960. صار عنده جلطة بالعين وانطفيت عينه. بيظهر لقرايبينه مار شربل بالحلم، بيظهر للبنت وامها. البنت بيظهر لها قدام التمثال القاعد مقابل المحبسي، بيقول لها مار شربل شيلي تراب وحطي له على عينه. والام بيظهر لها بغرفة اللي مات فيها القديس شربل حد الزيتات، بيقول لها دهني له زيت. واثنين منهم زايرين المحبسة. وصلوا لعنده خبروا، طلعهم بسيارته للمحبسة. بس طلت على التمثال القاعد قالت لهم البنت هذا التمثال اللي شفته أنا. ركضت شالت كمشة تراب وفركت عين ورطن. رجعت هذيك فوتت بس طلت على الغرفة اللي مات فيها القديس، هذه الغرفة اللي شفت فيها مار شربل، وبتشيل الزيتات وبتدهنه وبيرجع من فوق شافي. كفى زيارته للدهر، تسجل أعجوبة شفاء. الشفاء التاسع، الطفل ياسمين ريكاردو خليل مورايس ساكنين بالبرازيل. طفلي بنت 4 سنين ونص، لا بتحكي ولا بتسمع. أهلها بيدعوا راهبة تقربهم أخت ستهم تروح تعمل لهم زيارة. الراهبة من راهبات العائلة المقدسة بتترونيل الجعارة.
فالرهبي قبل ما تروح تحول على المزار دي الشربي اللي بتاخد معها كمية احناجير زيت. وصلت لعندهم لهونيك على البرازيل انبسطوا فيها كتير. وتعيط لها البنت ما تيجي لعندها. قالوا لها ما بتحكي ولا بتسمع. بتقوم تفتح حنجور الزيت وبتلاقي لها نقطة زيت بتمها للبنت. وبس في زيت نار شربل على تمها بلشت بالحكي وصارت تسمع. بيا شاعل من الفرح بيبعت بنته دغري على المدرسة وبجيب خيا الأكبر منها شوي وبجيب من البرازيل لهون تقلوا برسي للقدي الشربل. قديش أبونا اللبنانية عم بيحملوا معهم خاصة الموارنة الزويدة معهم هي مار شربل صورة مار شربل بخور وزيت واللي هو عم يكون مصدر شفاء ومصدر فرح وسلام لهم. يعني أهم هدية بيخدوها المغتربين لبعضهم زيت مار شربل لأنه عم بيشفي من كل الأمراض. الشفاء العاشر مارين حنا سليمان من ميفوق بنت مواليد 95 بالمدرسة صار عندها ضغط كتير مرتفع وألام في الرأس لمدة سنتين وجع ما يقدروا لا يوطوا لها ضغطها ولا يشيلوا لها وجع رأسها. بيجي بابايا زيارة على مار شربل صلت قدام القبر وبالنهاية توجهت لكنيسة مار شربل. هو فاتي على كنيسة مار شربل ما في حدا بالكنيسة بتحس بإيد كبشتها براسها وشي طلع من راسها وشفيت بكنيسة مار شربل. تغيرت كليا. بيجي بابايا وبيشكر مار شربل على شفاء بنته. شفاء ال11 إما شربل شاهين عملت عملية التهاب الدينين وطلع لها درن بكل وجه وصار بدها عملية تشيلوا لها الدرن. بتدهم زيت مار شربل وبتحط قطني عليها زيت مار شربل بدينتها واختفت الأدران كلها من وجهها. جيت تشكره على شفاء. أقدي شربل أحسن جراح بكل الأمراض. شفاء 12 لويس جوزيف أنطون من وليد عرايا 89 صار عنده قرحة بمعدته تعالج لتسعة أشهر وما كان في مجال للشفاء وجع طول. ظهر مار شربل بالكحالي بيروح بيقصد التمثال وبيركع قدامه وبيصلي. بالليل بيظهر له مار شربل بالتمثال ذاته وبيحط ايده على راسه واختفيت إلامه وشفت معدته. ما بقى معه قرحة. جيب لي رابوريت طبي وإجا شكر مار شربل على شفائه. مندش قويت أهمية الإيمان عند الأشخاص دش بتساعد على نعمة الشفاء. الشفاء 13 جوزيف موزيزيس ودومينغيز رودريغيز إسباني من كاراكاس مقيم في كاراكاس مرض بالسرطان بالبروستات. هلأ حاجة اللبنانية تعرف على مار شربل بني فوتو يعملوا له عملية جراحية. صلى مار شربل طلب منه الشفاعة بس قال لي ما قلت له يشفيني. وقت العملية هو مبنش بيشوف برؤية مار شربل اخذ معه جون بول دو وعم بيشتغلوا مع الأطباء ببطن. وفعلا تفاجئوا الاطباء بده يغيروا له يشيلوا له المرض ويغيروا له يركبوا له وحده بلاستيك. شقوا له البروستات ما في شيء. شفي كليا نظيف. كان مار شربل وجان بول دو سبقون على نظافته. رجعوا الطبيب بس صار فيه يمشي بيجيب واحد لبناني معه من البرازيل لهون من كاراكاس حتى يشكر مار شربل على الشفاء. الشفاء 14 لور شاكر أهوجي أصيبت مرض السرطان في صدره وطلع له المرض بشكل دملي كبير. جاي زايرة القديس شربل القديمة وأخذي معها أنية مي مصلية منها. حبت تشرب من أنية المي المصلية اللي أخذتها من مار شربل بركي من مار شربل بيشفيها لأنه كنت عملت الفحوصات وتبين معها المرض. بتلاقي أنية المي نصها زيت.
بتدهن صدرها زيت مر شربل وبتشرب. تاني يوم بتوعى بالليل بتبصر مر شربل عم بشل الورم من صدرها. تاني يوم بتوعى ما في شيء، راحت على المستشفى شفيت كليا، جبت لي رابورات طبية كمان تشكر مر شربل على شفائها. وين يمكن هيك دهمنا الوقت لليوم، اكيد نوعد مشاهدين رح نبقى معهم بحلقه ثانيه وثالثه عن الشفاءات. شو كلمه اخيره بتحب تقولها بحلقه اليوم عن الشفاءات اللي حكينا عنه اليوم بشفاعه القديس شربل؟ مر شربل ناطر رجوع الناس لله، لذلك كل اللي بعيد عن ربهم عم بيشفيهم حتى يصلوا لرب، وفعلا الاجوبه عم بتغيرهم كليا. لبنان اليوم بده رجوع للرب، وشعبنا لازم يرجع للرب، يعيش المحبة، يعيش الفرح، يعيش السلام. إن شاء الله كلنا سوا مثل ما مر شربل سكر بالله نسكر فيه، وكلنا سوا نخلص ونطلع على السماء. شكرا لك أخونا لويس. مشاهدينا نوصل لختام حلقتنا لليوم بالجزء الأول من الشفاءات بشفاعة القديس شربل للعام 2012، على أمل نلتقى فيكم بحلقة جديدة وموعد جديد من برنامج عطر القديسي لمتابعة لهالحلقة عن الشفاءات. نترك عندكم اليوم بركة وسلام وشفاعة القديس شربل، ومتنقل أبونا لويس يارد كلنا بنصير سكرانين بالله، سكرانين بشربل مثل ما هو كان سكران بالله واتحد فيه وصل للقديسي. على أمل نلتقى فيكم، نترك عندكم اليوم بركة وشفاعة القديس شربل، وإلى اللقاء.